توثيق قتل وجرح العشرات منذ بدء هدنة غوطة دمشق وتقرير يكشف انتهاج الأسد تدمير المناطق المحررة. القوات العراقية تواجه فلول داعش المحاصرين في منطقة الميدان أكثر المناطق خطورة في الموصل. والتحالف العربي يستهدف مواقع الحوثيين ردا على إطلاقهم صاروخا باتجاه مكة المكرمة. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ قال الدفاع المدني في ريف دمشق إن إحصائية القتلى والجرحى في غوطة دمشق الشرقية جنوب سوريا بلغت 156 شخصا منذ بدء سريان اتفاق تخفيف التصعيد في المنطقة حتى يوم أمس. وجاء في إحصائية نشرها الدفاع المدني أن عدد القتلى بلغ 15 شخصا والجرحى 141 جراء شن 57 ضربة جوية وسقوط 39 قذيفة مدفعية وصاروخي أرض على مدن وبلدات عربين ودوما وعين ترمة وزملكة، إضافة إلى جسرين والمرج والشفيونية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يسمح لموسكو بالإبقاء على قاعدتها الجوية في سوريا لنحو نصف قرن، وبهذا يكون بوتين قد صادق على اتفاق مع نظام الأسد أبرم في شهر يناير كانون الثاني الماضي يسمح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية مجانا لمدة 49 سنة مع إمكانية تمديدها ل 25 سنة إضافية. قليلة تكاد تكون هي المعلومات الدقيقة المتوفرة حول وضع الممتلكات والأراضي السورية، فبعد أكثر من 6 سنوات على اندلاع الثورة أجرى الناشر ورئيس تحرير موقع سيريا ريبورت باللغة الإنجليزية جهاد يازجي دراسة شاملة عنوانها كيف يستفيد نظام الأسد من تدمير الممتلكات وتشريع الأراضي. ومن خلال هذه الدراسة التي قمت بتقديمها يوم أمس سنسلط الضوء على الأبعاد السياسية والأمنية لسياسات نظام الأسد المتعلقة بالأراضي والممتلكات في سوريا. نتابع. تقول الدراسة إنه منذ بداية الثورة السورية في شهر آذار مارس من عام 2011 مارس النظام السوري سياسة التدمير الممنهج لمناطق وأحياء تقع تحت سيطرة فصائل المعارضة التي كان يهدف من خلالها أيضا إلى قمع المعارضة ولا سيما المسلحة. بالإضافة إلى تدمير مناطق سيطرة فصائل المعارضة عمد نظام الأسد إلى إتلاف وتزوير السجلات التي تثبت ملكية السكان الأصليين لممتلكاتهم، ومن تلك السجلات فواتير المياه والكهرباء التي تثبت ملكية الأهالي لهذه الأصول ثم مصادرتها وإعادة توزيعها على الفئات السكانية الموالية له. كما لفتت الدراسة إلى أنه من ضمن أهداف الأسد من هذه الحملة الممنهجة هو ترهيب الفئات المجتمعية الموالية للمعارضة وإرغامها على عدم الوقوف ضده، وفي ذات الوقت شراء ولاء المؤيدين ومكافأتهم، بينما يقوم في الوقت ذاته بصرف نظره عن التمدد الإيراني في الأجزاء الاستراتيجية من العاصمة دمشق إلى الحدود مع لبنان. وفي عام 2014 وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها حالات من التدمير واسع النطاق الذي نفذه نظام الأسد في 7 مناطق تقع في مدينتي دمشق وحما، وجميع هذه المناطق تابعة للمعارضة. وفق التقرير كانت الغاية من هذا التدمير هو معاقبة السكان ومنعهم من العودة إلى مناطقهم. كما سلط تقرير هيومن رايتس ووتش الضوء على عينة من الدمار الواسع الذي تسبب به نظام الأسد وحلفائه بمدن سورية منذ عام 2011 بغية تخويف السكان وطردهم وبالتالي تغيير التركيبة السكانية في تلك المناطق، وكرد فعل على انتهاكات النظام للممتلكات وخوفا من فقدان مزيد من السجلات العقارية بادرت منظمات سورية عدة إلى جانب المجالس المحلية إلى جمع وحفظ السجلات عن طريق إجراء رقمنة واسعة النطاق لسندات الملكية والملفات القضائية المتعلقة بالنزاعات المرتبطة بحقوق الملكية.
وجاء في الدراسة أن المشروع عمل بالفعل على رقمنة مئات آلاف السجلات في محافظات حلب وإدلب لتمكين الأهالي في هاتين المحافظتين من إجراء المعاملات العقارية. لكن أحد أهم التحديات التي كانت تواجه هذه الجهود التي بذلتها المنظمات والمجالس المحلية هي قلة الأراضي المسجلة، إذ تفيد الدراسة التي أجراها جهاد يازجي بأن 50% فقط من الأراضي في سوريا مسجلة، في حين أن 40% منها أي الأراضي تم ترسيمها ولكنها لم تسجل بعد. علاوة على ذلك فإن كثيرا من السجلات ما تزال قائمة على ورق في مناطق أخرى تلقى فيها فصائل المعارضة كثيرا من الدعم. تعليقا على الموضوع قال عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة إن هناك بنكا من المعلومات في الأمم المتحدة يرصد كل ما يجري في سوريا على مستوى التوثيقات الخاصة بالأراضي والجرائم، مضيفا في لقاء مع أخبار الآن أن موضوع تغيير التركيبة السكانية في سوريا يمر عبر سياسة ممنهجة يمارسها نظام الأسد. هناك بنك للمعلومات الآن في الأمم المتحدة يقوم برصد كل المعلومات اللازمة لما يجري في سوريا على مستوى التوثيقات، هذه التوثيقات الخاصة بالأرض أو التوثيقات الخاصة بالبشر أو حتى التوثيقات المتعلقة بالجرائم. الموضوع التغيير الديموغرافي يمر عبر سياسة ممنهجة وليس هو حدث عرضي جاء خلال السياق. اتفاق المدن الأربعة الذي تم الاتفاق عليه استبدال ناس من السرغاية ومن الزبداني بمناطق أو مضايا بمناطق عفرين وقرى أخرى في شمال، عفوا قرى كفر نبل والفوعة في شمال سوريا أيضا والزهراء أيضا، هذا نقل هؤلاء الناس من منطقة إلى منطقة. الحديث الأسد، تعريف الأسد لسوريا المفيدة، الحديث من الأسد عن تعريف الجنسية السورية. قام الأسد الحقيقة من أجل إعادة إنتاج شرعيته وإبقاء نفسه والدفاع عن نظامه بمنح الجنسية السورية للكثير من غير السوريين، وخصوصا من الذين حسب تعبيره دافعوا في خطابه بعام بآب 2015 بوضوح تحدث عن سوريا المفيدة وتحدث عن تعريف للجنسية السورية. هذه المسائل كلها توثق، وبالتالي السوريون حتى تاريخ 2011، السوريون الذين ولدوا من آباء سوريين حتى 2011 أو حتى 2000 حتى هذه اللحظة، هؤلاء سيكون أو هناك سجلات ترصد حركة المواليد في سوريا، حركة مواليد السوريين، وبالتالي ما هؤلاء الذين تم تجنيسهم وهؤلاء الذين تم منحهم أراضي لن يكونوا خارج إطار المسائل، لن تمر هكذا جرائم، لن تمر عملية محاولة إتلاف السجل المدني أو السجل العقاري أو تدمير الممتلكات، لن تكون قادرة على تغيير ديموغرافي يجري على الأرض. مئات الأسر الهاربة من جحيم تنظيم داعش في الرقة تواجه صعوبة المعيشة في ظل الحر الشديد في مخيم عين عيسى، إذ تسببت موجات الحر بانتشار الأمراض. مزيد من التفاصيل مشاهدينا في تقرير مراسلتنا من مخيم عين عيسى روناك شيخي. مخيم عين عيسى وجهة مئات الأسر الهاربة من المعارك الدائرة بين تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية. قاطنو هذا المخيم يعانون ظروفا إنسانية قاسية بسبب موجات الحر الشديدة. التقينا بالتوأمين خديجة وفاطمة مع والدتهما عندما كانوا في طريقهم إلى النقطة الطبية الخاصة بالمخيم، فقد أصيبتا بالحمى والإسهال نتيجة الحرارة الشديدة، وكان التعب ظاهرا على وجه الأم التي تحاول أن تشرح للطبيب ما حصل لطفلتيها. جينا هنا بهالمخيم قعدنا بالصيوان وهالحر تشتلهم، نطلعهم برا حر ونفوتهم جوا حر، وصاروا وياهم سهالوا ومراجعة نوبات يراجعوا وما يشتهنا تشت. في النقطة الطبية ينتظر العشرات من الأطفال والنساء وكبار السن دورهم بالعلاج، إذ نتج عن موجة الحرارة حالات مرضية كثيرة، وهذا ما يصعب مهام الفريق الطبي الذي يضطر في بعض الأحيان إلى تحويل الإصابات الشديدة إلى المشافي والمستوصفات. والأدوية كثير ناقصة، وهون إنه حالات أكثر شيء بتجينا بسبب إنه الجو حار كثير ما في أدوية، حالات إذا بتجينا صعب كثير ما بنحسن نوم، نبعثهم يعني على كوبان يعني على الأبيض.
وفي ظل تدفق الأسر إلى هذا المخيم تزداد العوائق أمام الفرق والمنظمات الطبية، خاصة وأن المخيم يحتوي ضعفي طاقة استيعابه، بالإضافة لكونه يتموضع في بيئة صحراوية. 45 درجة مئوية بالإضافة إلى شمس حارقة فوق خيم النازحين التي تفتقر إلى وسائل التبريد، مما يفاقم من معاناة آلاف الأسر الهاربة من تنظيم داعش، ويتسبب بحالات من ضربات الشمس والإغماء وخاصة بين الأطفال وكبار السن. روناك شيخي لأخبار الآن، مخيم عين عيسى للنازحين. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. في العراق ما زالت منطقة الميدان أكثر المناطق خطورة في الموصل القديمة، حيث تواجه فيها القوات العراقية فلول داعش المحاصرين بين أنقاض المباني وفي أقبية تمتد إلى أمتار عدة تحت الأرض. مراسل أخبار الآن اطلع على ما يجري في هذه المنطقة التي ما زال أزيز الرصاص يسمع فيها، نتابع. بعد أكثر من 20 يوما على تحرير الموصل القديمة، لا سيما المربع الأخير منها والذي يشمل منطقة الميدان المحاذية لنهر دجلة، ما زالت هذه المنطقة تخضع لإجراءات عسكرية حتى الآن، كما يمنع دخول المدنيين أو الاقتراب منها. فما الذي يحدث هنا؟ حاولنا الدخول إلى منطقة الميدان، لكن فوجئنا بأن قوات مكافحة الإرهاب العراقية تمنع الصحفيين أيضا، لأن المنطقة لا تزال غير آمنة، مما اضطرنا إلى مرافقة الشرطة الاتحادية القريبة من هذا المكان. طبعا هذه هي منطقة الميدان كما تشاهدون، هناك دمار كبير هنا في هذه المنطقة بعد أن تم تحريرها من قبل القوات العراقية، كما تشاهدون العلامة العراقية. المنطقة المحصورة بين الجسر الخامس وهذا الجسر الذي نقف عليه الجسر القديم هي منطقة الميدان، وهي محررة بشكل كامل، والقوات العراقية متمركزة على ضفة النهر لغرض مراقبتها. كما تلاحظون على النهر هناك مرابطات ومراقبة دائمة من قبل القوات العراقية. كما ذكروا لنا هناك لازال بعض من مقاتلي داعش متحصنين ومختبئين في السراديب وفي الأنفاق الموجودة بالقرب من هذا المكان، يجري تطهيرها هذه الأثناء، ولكن هناك بعض منهم يخرجون إلى الشط، فهناك مراقبات ومرابطات دائمة من قبل القوات العراقية لغرض مراقبة النهر وإلقاء القبض على مقاتلي داعش أو قتلهم في النهر. طبيعة المنطقة وزحام المباني في الميدان جعل مقاتلي داعش يختارونها لتكون آخر مناطق تواجدهم في الموصل، حيث تحتوي هذه المنطقة على سراديب يسهل عليهم التخفي فيها. طبعا هنا كما تعلمون أغلب العناصر، يعني عناصر نقدر نقول 50% هم من العراقيين و 50% هم من جنسيات عربية وأجنبية. الدمار الذي أصاب منطقة الميدان صعب المهمة على القوات العراقية أيضا، إذ أن العديد من مقاتلي داعش حصروا تحت الأنقاض وفي أقبية على عمق أمتار عدة تحت الأرض. أول شيء كانت التحرير من داعش، وثاني شيء المهمة هاي هسه مليان ملي أبواب ناصفة، لازم نشيل هاي الأبواب منها لأن هواجة يتأذون من الأهالي ومن قواتنا الأمنية. برغم أننا لم ننجح في دخول الميدان شرقي الموصل القديمة، لكن ندوي الرصاص ما زال يسمع بشكل متقطع، الأمر الذي يؤشر خطورة هذه المنطقة ويؤكد استمرار العمليات العسكرية فيها حتى بعد إعلان تحرير الموصل بالكامل من احتلال داعش. في الشأن اليمني، شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم ضربات مكثفة على مواقع الانقلابيين الحوثيين في اليمن ردا على إطلاقهم صاروخا نحو مكة المكرمة أسقطته الدفاعات الجوية السعودية، واستهدفت الضربات قاعدة الديلم الجوية شمالي صنعاء ومقر الأمن القومي في منطقة صرف شرقي العاصمة اليمنية. وتأتي تلك الضربات ردا على إطلاق المتمردين صاروخا فلسطينيا باتجاه منطقة مكة المكرمة، تمكنت قوات الدفاع الجوي في التحالف العربي من إسقاطه مساء أمس. وأفادت الأنباء بأن الصاروخ تم اعتراضه بسماء الطائف عبر الباتريوت لتسقط شظاياه في منطقة غير مأهولة بالسكان.
هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن إطلاق الميليشيات الحوثية لصاروخ باتجاه مكة المكرمة هو محاولة يائسة لإفساد موسم الحج. وأضاف التحالف أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة. وأوضح أن تهريب الصواريخ يأتي نتيجة لسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع. وأشار التحالف إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر. ومع تزايد انتهاكات الحوثيين، حذرت ثلاث منظمات أممية من تفاقم سوء الأحوال الإنسانية لليمنيين، حيث يتفشى وباء الكوليرا إلى جانب انتشار الجوع والفقر وسوء التغذية. وأصدرت منظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي إضافة إلى منظمة الصحة العالمية بيانا مشتركا قالوا فيه إن تفشي الكوليرا هو الأسوأ على الإطلاق. التقرير التالي والتفاصيل. ليس البيان الأول أو التحذير الأول وغالبا لن يكون الأخير. منظمة اليونيسف والصحة العالمية بالإضافة لبرنامج الغذاء العالمي يتحدون معا ويطلقون نداء استغاثيا لإنقاذ اليمنيين من الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشونها. فبعد أن قامت المنظمات الثلاثة بإرسال مدرائهم التنفيذيين إلى الميدان، جاء البيان المطول الذي وصفوا فيه ما أسموه أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. فليس الفقر وحده أو الجوع وحده أو سوء التغذية أو انتشار الأمراض في اليمن، هي الآفات كلها معا. فخلال الثلاثة أشهر الأخيرة سجلت 400 ألف حالة يشتبه بأنها كوليرا، وما يقرب من 1900 حالة وفاة مرتبطة بتفشي هذا الوباء. كما أصيبت مرافق الصحة والمياه الحيوية بالشلل نتيجة أكثر من عامين من الاقتتال، وهو ما خلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض. ويستمر البيان ليحذر من أن البلاد على حافة الوقوع في مجاعة، إذ يعيش أكثر من 60% من السكان في عدم اليقين عن وجبتهم القادمة. إضافة إلى ذلك يعاني حوالي 1 مليون طفل من سوء التغذية الحاد. سوء التغذية يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا، فيما تؤدي الأمراض لسوء التغذية، وهذا المزيج في غاية القساوة. هي حلقة متواصلة من الأزمات التي تؤدي إحداها إلى الأخرى. المنظمة تحدثت أيضا عن أوضاع الأطفال المأساوية في المستشفيات وعن الدمار الكبير الذي خلفته الحرب على الإنسان والبنيان. ولم تنسى المنظمات أن تتحدث عن أوضاع الأطباء أنفسهم والعاملين في مجال الصحة الذين يعملون على مدار الساعة محاولين إنقاذ ما يمكنهم إنقاذه من أرواح. فهؤلاء الأبطال يعملون وقد قطعت عنهم رواتبهم لأكثر من 10 أشهر، ومع ذلك لا يتوقفون عن العمل. وفي نهاية البيان طالبت المنظمات الثلاثة كما تطالب دوما بالسعي لإيقاف الحرب في اليمن ومضاعفة الجهود لدعم الشعب اليمني، وقالوا إن فشلنا في ذلك فإن الكارثة التي شهدناها أمام أعيننا لن تستمر في إزهاق الأرواح فقط، بل إنها ستترك آثارا وخيمة وندوبا على الأجيال المقبلة وعلى البلد لسنوات قادمة. نددت واشنطن بما وصفته بالاستفزاز من جانب إيران إثر اختبارها صاروخا يحمل قمرا صناعيا، قائلة إن الأمر يشكل على ما يبدو انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويقوض الاستقرار الإقليمي. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن بلادها تعتبر ذلك تطويرا مستمرا للصواريخ الباليستية، وهو انتهاك واضح لروح خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي. هذا وكانت إيران أعلنت أنها تمكنت بنجاح من اختبار صاروخ يمكن أن يحمل قمرا صناعيا إلى مداره. وبث التلفزيون مشاهد لعملية إطلاق الصاروخ المسمى العنقاء، لافتة إلى أن المركز يقع في محافظة سمنان شرقي طهران. نشرتنا مستمرة مشاهدين، وفيها بعد فاصل أخير: كيف تتخلص من دهون الجسم الضارة بأسرع وقت؟ أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. ت
جوالنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الوئام السعودية التي نطالع منها. موتورولا تعلن عن هاتفها الرائد موتو زد 2 فورس. أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي الرائد الجديد موتو زد 2 فورس، والذي سيكون متاحا في أسواق الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل، ويحاول الهاتف الجديد دخول سوق هواتف أندرويد المزدحم. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية، أبل تبدأ الإنتاج التجريبي لهاتف آيفون 8 استعدادا للكشف عنه. جاء في تفاصيل الخبر، بدأت أبل بالفعل تصنيع النسخ الاختبارية لهواتفها الثلاثة المقبلة، المتوقع الكشف عنها خلال شهر أيلول سبتمبر المقبل. ووفقا لتسريبات، فإن جهاز استشعار بصمات الأصابع سيكون جزءا لا يتجزأ من الشاشة. صحيفة الغد الأردنية مشاهدينا عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم، مايكروسوفت تؤكد برنامج الرسام لا يموت. أكدت شركة مايكروسوفت أن برنامج الرسام الذي توفره منذ أكثر من 32 سنة على نظام التشغيل ويندوز لن يموت. وكانت موجة من الاستياء اجتاحت الإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية عقب خبر إعلان وفاته قريبا. ومن صحيفة القبس الكويتية نقرأ مشاهدين، برنامج مجاني مضاد لفيروسات الكمبيوتر. قالت شركة كاسبرسكي إنها ستوزع نسخة مجانية من برنامجها المضاد لفيروسات الكمبيوتر في أنحاء العالم، وسط شكوك في الولايات المتحدة في أن الشركة المتخصصة في أمن الإنترنت تخضع لنفوذ الحكومة الروسية. ختاما مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية، الرقائق الإلكترونية باتت متوفرة في معاصم اليد. تستعد شركة 3 سكوير ماركت لزرع رقائق صغيرة في أيدي ومعاصم ما يقرب من 50 من موظفيها، من أجل فتح الأبواب وشراء الوجبات الخفيفة من الأكشاك بشكل آمن من دون استعمال بطاقة الائتمان أو الأموال أو الهاتف الذكي، وتسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا كيف تتخلص من دهون الجسم الضارة وما العوامل المساعدة على ذلك. الإجابة مع الزميلة منى عواد ضمن فقرة التغذية من أخبار الآن. كثير منا يرغب في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، والحل ليس صعبا في حالة اتباع نظام غذائي صحي خال من الأطعمة المليئة بالدهون الضارة على الصحة العامة للجسم. وبات معروفا أن السمنة المفرطة والوزن الزائد يسبب الكثير من المشكلات الصحية. يقول الخبراء أنه يمكن للشخص أن يحرق الدهون من خلال أمور بسيطة في الحياة اليومية، ولكن هذا لا يعني أن معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية متساوٍ لدى الجميع، فهو يختلف وفقاً للعمر والوزن والجنس ومستوى النشاط. التقينا خبيرة التغذية والصحة لماء النائلي وسألناها ما العوامل المساعدة على حرق الدهون في الجسم. نتابع. دهون الجسم طبعا هي لازم تكون موجودة لكن بنسبة جدا معتدلة، وكل شخص حسب عمره وطوله ووزنه لازم يكون عنده معدل دهون بجسمه، لأن الدهون ضرورية حتى طبعا كل هرمونات جسمنا تكون متوازنة. لكن إذا كانت الدهون جدا عالية وخصوصا بمنطقة البطن، نحن دائما بننصح بالرياضة، ننصح بشرب كمية عالية من الماء، تناول دائما الشاي الأخضر، الشاي الأبيض المضاف إليه الزنجبيل والقرفة، بتعلي من حرق الدهون بالجسم. لكن بالإضافة للدهون الصحية مثل الأفوكادو والسالمون، هن دهون جيدة تساعد على التخلص من الدهون القديمة، بالإضافة للمكسرات النيئة غير المحمصة، كسناك صحي بين الوجبات، قبضة يد طبعا ما نطلع بالصحن كمان بتساعد على التخلص من دهون البطن، وجبة الفطور الصباحية تساعد على تخلص دهون الجسم بشكل عام. لكن ما نحط سكر، ما نحط ملح، ما ناخذ طحين ابيض، ناخذ القمح الكامله، الشوفان يساعد على تخلص دهون الجسم،
كل العوامل اللي كل الأغذية الغنية بالألياف مثل البقول تساعد على سرعة حرق الدهون بالجسم. طبعا دهون الجسم لازم دائما دائما نحن نقيسها عن طريق جهاز تحديد مكونات الجسم يلي بين قدي عندي دهون. إذا كان أنا عندي دهون منخفضة كمان هو مؤشر خاطئ، وخصوصي للرجل بتكون هرموناته غير منتظمة، بدنا ننتبه. وإذا زادت الدهون عند السيدات وخصوصي الصبايا كمان بصير عندنا احتمالية خربطة هرمونية وخربطة بالدورة، وبصير عندي كمان خربطة بالمبيضين، وممكن يسبب كمان تكيس المبيض يلي بيسبب طبعا زيادة وزن وبيسبب خربطة هرمونية نحن بغنى عنها. يشكل الدفع بعملية الأيض الهدف الأساسي لمن يسعى لمراقبة زيادة الوزن وضبطه، ولا تلجأ للرجيم القاسي فلن تستطيع احتماله، لأن الجسم لن يكون قادرا على التعود على كميات طعام قليلة بشكل مفاجئ. أيضا في أخبارنا التكنولوجية، أعلنت شركة أبل أنها أوقفت أجهزة آيبود شفل وآيبود نانو، وذلك تبعا لالتزام الشركة المستمر اتجاه منتجها الرائد آيفون. ويأتي ذلك الإيقاف بعد قيام الشركة اليوم بتحديث تشكيلة آيبود الخاصة بها ليبقى نموذجين فقط من أجهزة آيبود. وحظيت هذه الأجهزة الموسيقية على شهرة واسعة النطاق، حيث ساعد أول جهاز آيبود على تعزيز انتعاش شركة أبل. أعلنت شركة واتساب بلوغ عدد مستخدمي خدمة التراسل الفوري خاصتها أكثر من مليار مستخدم يوميا، يقومون بمشاركة أكثر من 4.5 مليار صورة كل يوم. ونشرت واتساب عددا من الإحصاءات الخاصة بها والتي شملت أكثر من 55 مليار رسالة تشارك عبر خدماتها يوميا، ومليار فيديو يشارك يوميا، إلى جانب الإعلان عن دعم الخدمة ل60 لغة. في خبرنا الأخير، أطلق شبان لبنانيون مبادرة تحمل شعار حيط الخير، وهي حلقة عمل إنسانية تقوم على أساس الأخذ والعطاء. تهدف المبادرة إلى إدخال الفرح في قلوب المحتاجين ونشر ثقافة التكافل والتعاون التي تكاد تندثر في المجتمع. مبادرة يقول عنها المسؤولون إنها ستبلغ مدنا أخرى في الشرق الأوسط. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: توثيق قتل وجرح العشرات منذ بدء هدنة غوطة دمشق، وتقرير يكشف انتهاج الأسد تدمير المناطق المحررة. القوات العراقية تواجه فلول داعش المحاصرين في منطقة الميدان، أكثر المناطق خطورة في الموصل. والتحالف العربي يستهدف مواقع الحوثيين ردا على إطلاقهم صاروخا باتجاه مكة المكرمة. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. إذا مشاهدينا الكرام، أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. دائما كونوا معنا.